للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، برضو نتكلم معاه في بعض الامور. سياده العميد، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك كابتن اسلام، مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا فندم. سياده العميد، يعني اولا ب 30,000 تذكره تم بيعهم من خلال تذكرتي بعد نزولهم مباشره. يعني في خلال 72 ساعه التذاكر نفذت بالكامل. يعني لسه مبلغني، يعني هم بلغونا امبارح طبعا اللي هي نفذت بالكامل الحمد لله. ناقص بس الفي اي بي، كان ناقص حوالي يعني تقريبا 50 او 60 تذكره. وطبعا شركه تذكرتي مشكورين، رغم اللي هو كان عندهم مشكله، وطبعا هم نزلوا اعتذار للجماهير وان شاء الله مش هتتكرر ثاني. الحجز كان فيه صعوبه شويه نتيجه اللي كان عندهم مشكله تقنيه، ولكن اتحلت برضه. رغم كل ده برضه الحمد لله التذاكر نفذت بالكامل. يعني دي حاجه جميله جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين اللي احنا من ساعه نهايه الدور السابق للادوار السابقه وتاهلنا وعندنا المباراه مع سان داونز، رئيس النادي في اليوم نفس اليوم على طول ابتدى يعمل اتصالاته. احنا محتاجين جماهيرنا في المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله، زي ما انت كنت بتقول دلوقتي يا كابتن اسلام. رئيس النادي عمل اتصالات مع السيد وزير الشباب والرياضه والتعاون في صاله الامن عشان خاطر نحاول نلعب المباراه في استاد القاهره. ومتهيألي جماهيرنا كلها تابعت الاحداث، ويمكن في الاول كان في تحفظ على استاد القاهره والسلام عشان التلاف، ورجع بعد كده اجهزه الدوله بالكامل والامن المصري مع استاد وزير الشباب والرياضه مشكورا مع استاد رئيس النادي، قدرنا ان احنا نلعب في استاد القاهره ب 30,000 متفرج. فاحنا النهارده عايزين نقول لشبابنا ونقول لاولادنا ونقول لاخواتنا اللي رايحين المباراه، احنا محتاجينكم معانا، احنا بنعمل اللي علينا. النادي بيتحرك، الاداره بتتحرك، يعني على طول بتتحرك. في نفس الوقت وزير الشباب والرياضه ممثل عن الدوله عمل اللي عليه، الامن النهارده بيعمل اللي عليه. فخلاص العنصر اللي فاضل النهارده المباراه تظهر بالشكل فعلا اللي هو بيليق بالنادي الاهلي. متهيألي النهارده يعني خلينا بقى ناخد نموذج ليفربول وناخد نموذج الانديه الاوروبيه وناخد نموذج الدول الاوروبيه. يعني نتفرج على الجماهير النهارده بتشجع فرقها وبتؤازر، وجودهم مهم جدا ودون الخروج عن النص مع الحفاظ على اللوائح. في لوائح النهارده بتتطبق، ادينا شايفين الحمد لله رب العالمين الاهلي، النادي الاهلي الحمد لله انتصر او بينتصر في كل مواقفه نتيجه ان هو قوي باتباعه للوائح، اتباعه القوانين، اتباعه للاصول، اتباعه للاخلاق. ودي الرساله اللي دايما كابتن محمود الخطيب بيبعثها للشباب وبيبعثها لاولادنا وبيبعثها للناس المتحمسين. الاخلاق دايما بتنتصر، ممكن تاخد وقت شويه، ممكن يعني يبقى فيها مجهود اكثر، ولكن افضل من الصوت العالي، افضل من الخروج عن النص، افضل من يعني دايما الخروج عن النص والصوت العالي او بيبقى ليها نهايه، لكن الاخلاق دايما في الاخر بتنتصر، ودايما اللي بيتبع اللوائح والقوانين ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه. هو ده اللي احنا بننادي بيه في المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله. شبابنا واولادنا واسرنا اللي رايحين يتفرجوا على الماتش يتعاونوا مع الامن. انا عايز اقول لك ان الامن ده بينزل في مباراه زي دي، زي مباراه برضو اللي فاتت اللي احنا رحناها، وفي عز المطر الناس واقفه من صلاحيه ربنا، الناس بتتعب، سواء الامن في مؤثر في وزاره الداخليه، سواء الامن الاداري، سواء شركه الافريقيه، الامن الشركه اللي هي المحترمه اللي بتتعاون معانا دلوقتي، سواء شركه تذكرتي، المنظمين كلهم بيبقى من الساعه 8 9 صباحا واقفين عشان يستنوا حضرتك عشان خاطر تشجع وتنتهي وتخلص المباراه. فارجوكم يعني اتمنى وانا واثق 100% في جمهور النادي الاهلي، واثق في شباب النادي الاهلي اللي هم ان شاء الله باذن الله هنبدا، يعني مش هنقول صفحه جديده لان احنا برضه هم الحمد لله في اكثر من تجربه، لكن هنبدا اللي احنا بتساعدوا الاداره اللي هي فعلا يعني اما تطلب من الامن او تطلب من سيادة الشباب والرياضه حاجه الناس ما تتاخرش عليها وتقف معانا. فهو ده اللي احنا تمام الفتره الجايه ان شاء الله. تمام. سيادة العميد، من وجهه نظري برضو ان ثقافه جديده يجب ان يتم اتباعها وهي ثقافه التذكره. ممكن يكون لكن ثقافه التذكره ثقافه هامه جدا، ان ما ينفعش حضرتك تروح من غير ما يبقى معاك تذكره. يعني لو معكش تذكره، والتذكره دي دايما بيبقى مكتوب عليها كل التعليمات الخاصه بملعب كره القدم او بالمكان اللي حضرتك، يعني لو رايح سينما حضرتك بتاخد تذكره بيبقى مكتوب عليها كل التعليمات، نفس الكلام لو حضرتك رايح ملعب بتبقى واخد تذكره مكتوب عليها كل التعليمات التي يجب ان يتم اتباعها علشان تبقى قاعد تشجع، تتحمس في تشجيعك، اعمل كل اللي انت عايزه، ولكن من خلال اللوائح والقوانين اللي متواجده والتعليمات اللي متواجده. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. التذكره دي هي الـ يعني السبيل الوحيد او الاتفاق او العقد اللي بيني وبين حضرتك كاداره، وبيني وبين حضرتك اللي انت بتروح محافظ هتلاقي في دار التذكره تعليمات السلامه، الامن والسلامه الخاصه بحضرتك، لان اهم حاجه سلامه
ولادنا وسلامه اسرنا وسلامه جماهيرنا اللي بتكون رايحه المدرجات. عايزين نبعد بقى عن قصه الثقافه اللوث من غير تذكره وقصه في اسمها فوضى، لكن طول ما انت راقي وده جمهور النادي الاهلي، وانا متاكد من هذا الكلام، جمهور النادي الاهلي جمهور ما بيستناش تذكركم من حد، بالعكس ده بيخش يحجز. انا بيجي لي كميه رسائل على الواتساب وانا برد على قد ما اقدر، كله احنا سهرانين بالاربع ايام عشان نحجز. مظبوط، يعني الناس بتبذل اقصى جهد عشان تبقى عايزه تروح المباراه، فانا بقول اللي قدر يحجز الحمد لله، وكان له نصيب في الحضور المباراه. يعني ده يعني اعمل حسابك اللي فيه كتير ملايين ملايين كان عايزين يحجزوا موجودين مكانك وما يقدروش يحجزوا، فلو سمحت ما تضيعش عليهم الفرصه دي، ما تضيعش عليهم الفرصه اللي هو نلعب في استاد القاهره، ما تضيعش عليهم الفرصه اللي عوده الجماهير تبقى فول كبس او المدرجات تبقى مليانه على اخرها. انت اللي في ايدك اللي هيروح النهارده ومعاه تذكرته، ارجوك حط في دماغك اللي فيه صاحبك وفيه الناس كتير كانت قاعده سهران عشان تحجز التذكره ما عرفتش، انت اللي بقى عندك الحظ الاكبر تساند فريقك، لو سمحت اسمح لهم اللي هم يبقى عندهم فرصه هم كمان اللي احنا نزود عدد الجماهير. هو ده اللي انا بطلبه من اللي هيروح للاستاد. والناس طبعا جمهور النادي الاهلي عشان كبير اللي ما يقدرش يحجز تذكره، ان شاء الله باذن الله تتعوض في المباراه اللي جايه، وان شاء الله باذن الله المباراه دي تعدي على خير، والامن بيدي وعد اللي هو بيتعاون كل ما يبقى فيه، اهم حاجه نكون ضامنين امن وسلامه ولادنا وسلامه اسرنا وسلامه عائلاتنا اللي رايحين يشجعوا والفرق بتاعتنا. طبعا دي اهم حاجه بالنسبه لنا، هتلاقي الامن هو الواحد وبيبدا يزود الاعداد تدريجيا ان شاء الله. سيد العميد برضو الكل بيسعى سواء امن او كل اجهزه الدوله الحقيقه بتسعى لعوده الجمهور مره اخرى، ودائما النظر الى جمهور النادي الاهلي باعتباره الأكبر والأكثرية المتواجدة في مصر خلال هذه الفترة، وبالتالي لازم ندي مثل بجمهور، دائما ندي مثل بجمهور النادي الأهلي يا سيادة العميد. بص، صورة بلدنا بتتنقل العالم كله بره من شكل سلوكنا في الملاعب، سلوكنا في الشوارع، سلوكنا في تحركاتنا، سلوكنا في أسلوب كلامنا، سلوكنا في تشجيعنا. أرجوك لو يعني مش لازم ناخد النموذج اللي هو العنيف، يعني النموذج العنيف ده معلش احنا برضه ارجع اقول تاني احنا بناخد حقوقنا باللوائح وبالقوانين، خلينا نجرب مره نمشي ورا اللوائح ونمشي ورا القوانين، نجرب مره اللي اخلاقنا هي اللي تجيب لنا حقنا. النهارده عندنا كابتن محمود الخطيب، انا مش عايز اتكلم حاليا طبعا، يعني الاخلاق اللي هو بيضرب بيها المثل، المجتمع المصري والعربي والافريقي كل الناس بتضرب المثل، فخلينا هو ده نموذج رئيس النادي النهارده، خلينا بقى النهارده احنا كمان كجماهير وكشباب نحتذي بهذا النموذج وهنشوف ازاي هتحصل على حقوقك في 2020 في دوله متقدمه، في دوله متحضره، في مصر جديده بتتحرك في كل المستويات وفي كل الاتجاهات. خلي شكلنا كنادي اهلي يعني نادي الاهلي اسمه كبير على مستوى العالم، نادي الاهلي اسمه كبير على مستوى افريقيا، نادي الاهلي اسمه كبير على مستوى الدول العربيه. خلي جماهيرنا كمان اللي الناس كلها بتحب جمهور النادي الاهلي، خلي جماهيرنا تضرب المثل برضه وتؤكد على هذا الكلام. بنبدا شكل جديد للنادي الاهلي في الاحترافيه، بنبدا شكل جديد في النادي الاهلي في تشجيعنا زي ما احنا شغالين كاداره مع كابتن محمود الخطيب مبدا الاحتراف. خلي برضو جماهيرنا تندونا كاداره ان احنا نقدر نواجه الفتره اللي جايه كل التحديات اللي بتبقى قدامنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا فندم، وانا اثق تماما وكلنا طبعا ثقه كبيره جدا في جمهور النادي الاهلي وتكاتفهم خلال المرحله القادمه. اخيرا سيادة العميد، النهارده لجنه المسابقات اقرت بخساره النادي الزمالك في مباراته الاخيره امام النادي الاهلي وثلاث نقاط تخصم منه نهايه الموسم. انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده ان هو يعني طبق السطر الاولاني في اللائحه، وطبعا ده مشكورا يعني احنا بنشكرهم، ولكن لم يتم تطبيق السطر الثاني اللي هو مين هيديني البث من المباراه والفلوس كتير اللي اتصرفت خلال هذه المباراه يا فندم. خلينا دايما يا كابتن اسلام احنا لسه بنقول دلوقتي النادي الاهلي فيه لجان، دايما في لجنه قانونيه بتتابع، في لجنه كوره بتتابع، في لجنه التخطيط موجوده، في رئيس النادي بيتابع. هو خلاص احنا النهارده في حاجه موجوده، احنا عندنا ماتش يوم السبت، ده اهم حاجه بالنسبه لنا، عندنا ناس بتتابع حقوق النادي، ما حدش يقلق. الشباب مش عايزكم تستعجلوا، ما حدش ياخدكم في اتجاه، والله ما حد يعني احنا ما بننامش، ولا رئيس النادي بينام، ولا مجلس الاداره، ولا الاداره اللي موجوده، احنا ما بننامش يعني وبنتحرك، بس في حاجات مش لازم نعلن عنها في كل حاجه، كل حاجه بقى لها وقتها، وكل حاجه ان شاء الله باذن الله بتعلن مع المركز الاعلامي هنا عن طريق حضراتكم في قناه الاهلي، فيعني كل حاجه بوقتها. احنا طبعا ان شاء الله يعني بنشكر كل من هو بيطبق اللوائح، بنشكر كل من هو بيحترم القانون، بالظبط بنمد ايدينا ونتعاون مع كل من هو يطبق اللوائح دون اكيل بنكالين. انا بشكرك يا فندم. اخيرا يا فندم، هل في تعليمات معينه حضرتك اتفقت معاها مع الامن عليها ممكن نقولها من خلال قناه النادي الاهلي؟
لا خلينا بكره ان شاء الله باذن الله هنبقى في اجتماع، وبكره ان شاء الله باذن الله هنختر جماهيرنا بكل التعليمات بتاعت يوم السبت باذن الله، ويبقى ان شاء الله الاهلي منتصر ويوم كده احتفال في استاد القاهره اللي بقى لنا فتره كبيره ما لعبناش فيه الجماهير، وان شاء الله باذن الله يوم يعدي على خير ان شاء الله. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للمدير التنفيذي للنادي الاهلي عميد محمد مرجان. زي ما حضراتكم شايفين